انا دلوقتي مثلا وليكن انت بتقولي انت عملتي تحليل غده درقيه وطلعت الغده الدرقيه بتاعتنا سليمه، عملتي تحليل براز العينه الصباحيه وطلعت ما عندناش ديدان في الامعاء، عملنا تحليل عملنا صوره دم كامله غده درقيه، عملنا تحليل براز، وكل التحليل بتاع عملت تحليل فيتامينات برضو كله طلع مظبوط صح كده؟ صح. تمام خلاص. اذا كنا عملنا كل هذه الاشياء لابد ان انا اصارحك واقول لك الحقيقه المره ان انت عصبيه، لابد ان تتخلصي من العصبيه او الحاله النفسيه السيئه، لابد ان اتخلص من العصبيه باي حال من الاحوال. يبقى مش عارفه اني عصبيه، انا باكل الناس. انت بتاكلي الناس يعني. انا بقول لك اهو، طول ما اذا كنا عملنا كل هذه التحاليل وبعد ما عملنا كل هذه التحاليل واتضح لينا ان احنا مش راضيين نزيد في الوزن وعملنا كل التقنيات، يبقى لابد ان احنا نتخلص من العصبيه. وباول نصيحه انصحها لك اقول لك ممنوع العصبيه، مش عايزين نسمح لاي حد باي حال من الاحوال ان هو يعصبنا، لان احنا ما نتعصب هنحرق سعرات حراريه، هنضطر نخس واحنا مش عارفين احنا بنخس ليه. ابدمي العصبيه. والله يا عزيزه انا بدمك، ما هو ده شيء عادي. طب انا هقول لك حاجه، والله انا اتعصبت، انت وترتيني حرام عليك. لا بس هقول لك، لا بس خليني اقول لك، بس اقول لك بس على شويه حاجات بس بشكل سريع كده، بس انا خلينا نتكلم بشكل جدي شويه. عايزين نعالج اول عشان نعالج النحافه اللي عندنا بالنسبه للمعطيات اللي موجوده عندنا، لابد ان احنا نتخلص من العصبيه. ناخد املاح فيتامينات، فيتامين د وفيتامين ب 6، ناخد املاح الكالسيوم والمغنيسيوم، ناخد وجبات مقترحه. الوجبات المقترحه مثلا بليله باللبن او حليب بالتمر بالمكسرات بمعلقه عسل صباحا كل يوم يتحطوا في الخلاط ونعمله ونعمل دي هيفتح لنا الشهيه. نحاول قدر الامكان ان احنا نقلل من القهوه والشاي والنسكافيه بشكل كبير لو بنشرب فيهم كبير، لو بندخن لازم نبعد عن التدخين. نحاول قدر الامكان ان احنا نحط مثلا وليكن على السفره بتاعتنا كده فرشه برتقاليه جميله بتفتح لنا الشهيه. ممكن نقول المشروبات بتاعتنا، مشروب الكرويه، اليانسون، الحلبه قبل كل وجبه. يبقى احنا قلنا كده محتاجين بعض المشروبات اللي تفتح لنا الشهيه. ايه هي يا دكتور احمد المشروبات اللي بتفتح الشهيه؟ نقول مشروب الحلبه، البابونج، نجيب مشروب البابونج يعتبر برضو قوي جدا وكويس جدا. ممكن مثلا وليكن عارف البابونج الاول ولا اول مره تسمع بيه؟ لا بعرفه. تمام. يبقى مشروب الحلبه، البابونج، اليانسون، الكراويه، ممكن مثلا وليكن ناخدها. مثلا وليكن ده بشكل سريع. قلت لك فيتامينات، فيتامين د محتاجين ان احنا ناخده، نحاول قدر الامكان ان احنا ناخده. لو خدنا بفيتامين د بتبقى دفعه قويه جدا ان احنا نتخلص من الحاله النفسيه السيئه والاكتئاب والتوتر والقلق وهذه الاشياء. لو موجوده يعني، او موجوده بنسبه كنتيجه مثلا العوامل الخارجيه اللي بتتحكم فينا. واهم من ده كله الصاحب ساحب، صاحبي ناس ما بتتعصبش، صاحبي ناس تديكي طاقة إيجابية مش ناس تديكي طاقة سلبية. يعني الناس اللي بتتعامل معانا بطريقة بتضايقنا، الناس اللي بتضايقنا، اللي بتخنقنا، اللي بتتعبنا، ما نقعدش معاها، هنقعد مع الناس اللي بتبسطنا بس، الناس اللي بتفرحنا بس، الناس اللي قاعدين معاها نكون مبسوطين. الناس اللي بنكون قاعدين معاها نبقى مبسوطين، الناس ديت هي اللي نقعد معاها فقط. اما الناس اللي اصحاب التشاؤم واصحاب المصايب واللي بيقعدوا معانا وبيخنقونا نبعد عنهم. دي اهم نصيحه. يعني اختاري اصدقائك بعنايه. امسحي قائمه الليسته العريضه اللي موجوده في التليفون، الناس اللي موجوده في التليفون واللي انت مضطره ان انت تقعدي معاهم واللي هم بيخنقوكي ابعد عنهم من النهارده مع الدكتور احمد عطيه ده، عشان روح يعني يبقى او اهلي يعني لا روح بيخنقوكي هم. انا اللي بخنق المهم. انا شغلت رحت الاول مستشفى. والله انا بس انا الله اكبر. انا مش توفتك وانا عملت لك فولو. انا بلاني وكثير انبسطت بحديثك ومعك حق، بس انا جدا عصبيه ما في بطل هالشغله. لا 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 ما في بطل او الارجل يعني كل يعني انت عندك كل هذه الاشياء وعايزه تزيدي في الوزن. ده انا هستقيل من الطب النهارده بعد الحلقه دي، خلاص استقاله دلوقتي.
ايه ربنا يحفظك. والله والله ليك انا بموت موت على السمن، يعني اذا بكون 100 كيلو في بنات بيقولوا لك انه ما حلو السمن، انا بكون 100 كيلو بنبسط. الف مبروك ده يا جماعه. الف مبروك، يا رب دايما حياتك كلها تكون مكسب. عارفه لو انت مثلا تقعدي مع الناس كده وتضحكي كده وبتاع، انت كده تتخلصي من العصبيه. فكري دايما في الحاجات اللي هي بتبسطك، ابعدي عن الحاجات اللي بتضايقك. انا مرحه كتير، انا مرحه كتير وبتسلى كتير وبمزح كتير وبعمل جو كتير حلو. بس الفكره اني انا بكون ميت من الضحك، تجي كلمه بقلب كياني كله، ميت من الضحك هيك بجلس انه شبكون. فهمت انا فهمت. والله يعني حاولي تبحثي، يعني انا عايزك تقري كتب كتير. خلي في علمك قراءة الكتب تعتبر من افضل الحاجات اللي بتحسن الحاله النفسيه. مثلا جيبي روايات، جيبي قصص، جيبي حكايات، اسمعي، اقري. اولا انت بتثقفي نفسك فبتصبحي شخصيه مثقفه الفكر بالقراءه، دينها رقم واحد. تاني حاجه بتتخلصي برضو، بيبقى حالتك النفسيه كويسه لان انت عايشه في مغامرات. يعني ممكن يعني بعض الحاجات، بعض التقنيات اللي ممكن نستخدمها يعني. وكده اكون خلصت بقى. قلبك انا اتشرفت بمعرفتك ونصايحك الحلوه. الله يسعدك، ربنا يحفظك ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة.